دونك ان طلعت هي ان موان ان راحو جو سامبليفي اكس باكس باكس يعني رح تطلع ان بلس ابسيلون دو اكس لورسكو اكس تنفر زيرو كمان طلعت ان دونك صار في ديفلوبمون ليميتي بيساعدني احفظ هدول الليميتات اللي انتم قبل كانوا ككور بس هلا صار فيكم تستعملوا ديفلوبمون ليميتي تجيبوا الجواب تبع. طيب راح نروح هلا لا للبارتي سي. هيدي هي الفونكسيون اف 3 دو اكس. راح نشوف فورمول كمان ليميت دو اكس كي تنفر 0 دو ارك تانجنت اكس سور اكس. هلا ما عندنا ديفلوبمون ليميتي تبع الارك تانجنت بس فينا تبع الديريفي تبع. طيب دونك اخر بارتي نخلص هيدا الكور هي اللي هي هيدي الاف 3. اوكي قبل ما نروح عليها لانه راح نعوز شيء شو هي دونك كيسيون سوب شو هو الليميت دو اكس كي تنفر 0 دو ارك تانجنت اكس سور اكس. هون جات حطيت لكم الرابل اللي نحن عاملينهم سينوس اكس سور اكس تي 1 صافيكم تعوزوا برجع بعيد ديفلوبمون ليميتي الان دو 1 بلس اكس سور اكس كمان 1. هلا الارك تانجنت اكس سور اكس بتحبوا تعملوا ديفلوبمون ليميتي فيكم بس بدكم تعملوا الديفلوبمون ليميتي تبع الديريفي دو ارك تانجنت. Dérivée de arc tangente, c'est 1 plus x2. OK. C'est là, on a fait deux méthodes. Donc, la dérivée, taba. Barre sur développement limité, taba 1 sur 1 plus x. Développement limité, taba 1 sur 1 plus x2, c'est quoi? C'est la somme du sud géométrique de raison moins x2. Donc, on va prendre 1 moins x2. Qui veut dire l'arc tangente x, veut dire l'intégrale. OK, l'arc tangente x, maintenant, elle a l'intégrale de 1 moins x2. L'intégrale de 1, c'est x. L'intégrale de x2, c'est ordre 3. Parce que maintenant, le dénominateur sur x, c'est l'ordre 1. L'ordre 1, c'est une constante sur l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, on va sortir x. Développement limité à l'ordre 1 de l'arc tangente x, c'est x. X sur x, on va sortir la quena 1. OK. عملتها كثير بسرعه جاوز بدكم تجربوا تشتغلوها. دونك ميثود ا من الديفلوبمون ليميتي حبين انه ان اذا غير ميثود سي ليميت دو اكس كي تان باي 0 دو ارك تانجنت اكس موان ارك تانجنت 0 سور اكس موان 0 لان ارك تانجنت دو 0 سي 0. ها شو هي سا سي لا ديفينيسيون دو لا ديريفي دو ارك تانجنت اكس او بوان 0. دونك لا ديريفي دو ارك تانجنت اكس او بوان 0 اللي هو 1 سور 1 بلس اكس 2 او بوان 0 كمان طلعت 1. دونك فيكم بعتقد الديفلوبمون ليميتي احيانا يمكن منها ما بعرف شفتوا دو ميثود ميثود ان ديفلوبمون ليميتي بس عملت ديفلوبمون ليميتي تبع الديريفي. دونك رجعنا عملنا ليلا انتجرال لا طلعنا الديفلوبمون ليميتي دو ارك تانجنت اكس وبرجع بعيد لانه الدينوميناتور سور اكس يعني بهمني بس على اوردر 1. دونك هيدا فيكم تستعملوها صرتوا سينوس اكس سور اكس 1 الان دو 1 بلس اكس سور اكس 1 ارك تانجنت اكس سور اكس 1 كلهم برجع بعيد درس اكس تنفر 0 واخر وحده او دو اكس موان 1 سور اكس ليميت لورسكو اكس تنفر 0 لورسكو اي كمان هي اوكي. هلا رح نروح للفونكسيون لانه رح نعوز هيدي رح دونك الاف دو اكس سي اكس موان 1 او كاري ارك تانجنت 1 سور اكس. شو الدومين دو ديفينيسيون الارك تانجنت نرجع بنعيد التانجنت وين عندها الارك تانجنت ها هي التانجنت تانجنت الاكس بين موان بي سور 2 بي سور 2 بس الارك بس الايغريك من الموان لانفيني للبلوس لانفيني. الارك تانجنت هي ريسيبروك دونك الاكس ما عندها مشكله فيها تكون من الموان لانفيني للبلوس لانفيني. بذكركم وقتها ببدل الاكس بالايغريك يعني هاي بتصير ايغريك وهي بتصير اكس. الاكس شو بين موان لانفيني للبلوس لانفيني دونك ما في مشكله للارك تانجنت اكس بس عندي ارك تانجنت 1 سور اكس يعني الدينوميناتور ممنوع يكون 0. رح اعمل شوي بعد زوم و دونك الدومين دو ديفينيسيون سي ار اتوال دونك بدي ليميت على الموان لانفيني بلس لانفيني وعلى الزيرو بلس وعلى الزيرو موان. رح نبلش على الزيرو موان مثلا ارك تانجنت 1 سور زيرو موان 1 سور زيرو موان سي موان لانفيني. اوكي شو الارك تانجنت موان لانفيني برجع بزيد ها هي رسمه التانجنت. اوكي يعني على الموان لانفيني قد الاكس حدا عنده جواب برجع بقول لكم بينقلبوا يعني هيدي صارت الايغريك وهي صارت اكس. ارك تانجنت موان لانفيني قد الايغريك سي موان بي سور 2
Donc, arc tangente moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc, RIE, moins pi sur 2. Où on est 0 moins 1, c'est moins 1 moins 1 au carré, c'est 1. Donc, la limite de x qui tend vers 0 moins 2 f de x, c'est moins pi sur 2. OK? برجع بعيد او بتقلبوا هاي او بتكونوا حافظين الايماج تبع ارك تانجنت مثل ما بدكم بس يا حي وتبدل ارك تانجنت برسم التانجنت هاي هي التانجنت على الارك تانجنت يعني الاي بتصير اكس اوكي ارك تانجنت دو موان لانفيني يعني لو في اكس موان لانفيني الاي قد صارت الاي هي الاكس يعني هون سي موان بي سور 2 اوكي ذاكرين شي جراف الارك تانجنت اذا مش ذاكرين برجع بذكركم هو على الزيرو بتقطع تانجنت على الزيرو سي زيرو تانجنت دو زيرو سي زيرو تانجنت دو بي سور 2 سي بلس لانفيني وتانجنت دو موان بي سور 2 سي موان لانفيني اوكي عندي اسامبتوت كانوا اوريزونتال منروح على الزيرو بلس طب شو بصير على الزيرو بلس ارك تانجنت 1 سور 0 بلس 1 سور 0 بلس سي بلس لانفيني ارك تانجنت دو بلس لانفيني سي كوا سي بي سور 2 برجع بعيد لانه الارك تانجنت بي سور 2 سي plus l'infini. Al pi sur 2, tangente pi sur 2, c'est plus l'infini. Il y a une al tangente plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, il y a pi sur 2, 0 moins 1 au carré, quand même, c'est 1. Donc, c'est pi sur 2. Je vais mettre 0 plus à 0 moins. Alors, limite de x qui tend vers plus l'infini. Arc tangente 1 sur l'infini, il y a 1 sur 0. Sorry, 1 sur l'infini, c'est 0. Il y a arc tangente 0. Arc tangente de 0, c'est quoi? 0, là, non, tangente de 0. Tangente de 0, c'est 0. Donc, arc tangente de 0, c'est 0. Il y a un 1 qui est 0. Ou on, infini au carré, c'est infini. Infini fois 0, c'est indéterminé. Donc, ma vais dire arc. On a fait. Heide, l'exercice, je suis à une tire limitée. On va faire le changement de variable. Kermel ouz, nous suffit arc tangente x sur x. OK, on a 1 sur x, on a 1 sur x. On va poser grand x, c'est 1 sur x. Il y a un ici. Petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers, hâte, ça va être 0 plus. Donc, limite de x qui tend vers plus l'infini, x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x. Ça met le changement de variable, il y en a à 0 plus. On sort 1 sur x, on arc tangente x. OK? Dénominateur commun, 1 moins x au carré, il y en a 1 moins x au carré. OK. بما انه في سور اكس او كاري دونك شو عملت؟ وحده سور اكس هون وحده سور اكس هون ليه؟ صار مع اكس كي تان فير 0 بلس ارك تانجنت اكس سور اكس هاي اللي شفناها هلا سي 1 وهون 1 موان اكس او كاري سور اكس هيدا شو راح يكون؟ يعني 1 موان 0 1 سور 0 بلس سي انفيني دونك صار انفيني فوا 1 او بلس حتى لانفيني فوا 1 سي بلس لانفيني برجع بعيد هاي طلعت معي 1 انتبهوا نحن تعلمنا arc tangente x arc tangente x sur x lorsque x tend vers 0 c'est 1 بس مش arc tangente x sur x2 كمان c'est 1 donc ما كان في يقول sur x2 هون وي 1 لا sur x هي 1 donc arc tangente x sur x هي 1 هون شو بيبقى لي رح يبقى لي 1 moins x2 sur x يعني برجع بعيد denominator يلي كان x او كاري قسمته وحده لهون ووحده لهون اوكي هاي هي لكن 1 وها هي 1 موان 0 او كاري دونك سي 1 سور 0 بلس سي بلس لانفيني بلس لانفيني فوا 1 سي بلس لانفيني ميم شوز هيدي على ليميت دو اكس كي تان فير موان لانفيني رح يطلع هو زيته الشغل ما رح ارجع اعيده بس هون رح تكون 0 موان رح تضل ارك تانجنت اكس سور اكس سي 1 بس هون 1 موان 0 دونك سي 1 سور 0 موان سي موان لانفيني دونك صار معي ليميت او بورن هلا بدنا ديريفي سا سي اف دو اكس دونك هون كمان الكالكول الطويل ديريفي دو اكس موان او كاري ارك تانجنت اكس مره ديريفي تبع اكس موان 1 او كاري يلي هي 2 فوا اكس موان 1 دونك 2 فوا اكس موان 1 ارك تانجنت 1 سور اكس وثاني ترم شو هو؟ اوكي هون ديريفي اكس موان 1 او كاري هلا فوا ديريفي دو ارك تانجنت 1 سور اكس شو ديريفي تبع ارك تانجنت يو؟ سي يو بريم سور 1 بلس يو 2 ديريفي تبع 1 سور اكس سي موان 1 سور اكس 2 يا دغري احفظوها يا لانه 1 سور اكس شو هي؟ سي اكس موان 1 دونك شو الديريفي تبع اكس موان 1 موان 1 فوا اكس على بيسانس موان 1 موان 1 يعني موان 1 شو الديريفي تبع هي؟ سي موان 1 فوا اكس على بيسانس موان 1 موان 1 يعني موان 2 يعني سي موان 1 سور اكس 2 دونك موان 1 سور اكس 2 سور 1 بلس يو او كاري لو هي 1 سور اكس 2 دونك اون فا سامبليفيي
denominator كومان تبع الدينوميناتور سي اكس 2 بكون راح يصير اكس 2 سور اكس 2 وفوق في سور اكس 2 يعني راح يروحوا راح تطلع موان 1 سور اكس 2 بلس 1 اوكي دونك 2 اكس موان 1 ارك تانجنت 1 سور اكس اكس موان 1 فا موان 1 اكس بلس 1 او كاري عملنا هون بس حتى نحن بهمنا نعرف السين انا فاكتوريزي بار اكس موان 1 2 دونك راح يبقى لي 2 ارك تانجنت 1 سور اكس هيدا شوي اطول من اول بارتي هون انا فاكتوريزي بار اكس موان 1 راح يبقى لي موان اكس موان 1 سور اكس بلس 1 او كاري طيب السين تبع هاي هيني السين تبع هاي ما بعرف ما بنعرف كومباري ارك تانجنت مع فراكسيون قطعة اذا ماني ذاك ماني غلطانه بالبارتي بي لما ما اعرف السين شو بعمل باخد هيدي فونكسيون جديده وبعمل لها ايتود عن جديد اوكي وبشوف السين تبعها اسكالي بوزيتيف او نيجاتيف ما بهمني تكون كروسانت او ديكروسانت ما لازم جيبها لاعرف بهمني اعرف السين اسكالي بلس او الي موان دونك اون ابري جي دو اكس هاي الكونتيتي بعد الدومين دو ديفينيسيون ار اتوال ما نرجع نجيب لها الديريفي لحتى نشوف شو عم بصير فيها ديريفي تبع ارك تانجنت 1 سور اكس جايبينها قبل سي موان 1 سور اكس 2 سور 1 بلس 1 سور اكس 2 دونك قبل جايبينها ديريفي دو لا فراكسيون اكس موان 1 سور اكس 2 بلس 1 انا دائما بطلع بحطهم حدهم ديريفي تبع النيميراتور سي كوا سي 1 ديريفي دو اكس 2 بلس 1 سي 2 اكس دونك شو رح يصير الديريفي تبع الفراكسيون 1 فوا اكس 2 بلس 1 يعني اكس 2 بلس 1 موان بعمل مثل كانه راجل بجمع ها فوا ها موان 2 فوا موان 2 اكس فوا اكس موان 1 موان 2 اكس فوا اكس موان 1 ما تنسوا الموان برا سور v au carré sur le dénominateur au carré. Donc, nous avons une simplification de x2, x2, et on est x2. On a une simplification de la tn et tn. x2 plus 1 moins 2x2, donc c'est moins x2. Moins 2x fois moins 1, c'est plus 2x. Sur le dénominateur, nous avons le dénominateur comme x2 plus 1, donc on va faire le calcul. Okay? x2 plus 1, x2 plus 1 au carré, dénominateur x2 plus 1. Donc c'est 2 fois x2 plus 1. OK, بتعملوا انتوا الكالكول هون عادي بولينوم. طلع معنا هيك دينوميناتور دائما بوزيتيف. طب النيميراتور اذا بتعملوا دلتا بريم يعني ب2 موان ac راح تطلع نيجاتيف. Donc c'est toujours le signe de a moins يعني راح يكون هيدا موان وهي بلس. Donc الديريفي elle est toujours négatif. Dérivée j'ai prime. هلا اوكي يعني انا اذا بدي انا بهمني السيني تبع جي شو طلع معي الجي بريم طلعت نيجاتيف طب شو عم بيصير فيها يعني نازله وراجعه نازله هات لنشوف على البلس لانفيني شو بيصير على الموان لانفيني شو بيصير يعني ليميت دو اكس كي تانفير بلس موان لانفيني دو ارك تانجنت موان اكس موان 1 هيدي الديريفيت هي جي دو اكس اوكي على الانفيني نرجع نعيد ارك تانجنت 1 سور لانفيني 0 1 سور لانفيني 0 دونك هيدي راح على 0 ارك تانجنت دو 0 سي 0 دونك هون 2 فوا 0 هي راحت سي 0 وهون على الانفيني بولينوم سور بولينوم يعني لو بلو جران دوغري سور لو بلو جران دوغري يعني اكس سور اكس 2 يعني سي 1 سور اكس 1 سور اكس سي 0 اوكي على 0 بلس وعلى 0 موان راح يطلع 0 يعني راح نرجع نعيد جي بريم هون مش ترسل جي بريم كانت نيجاتيف نازله هون 0 هون نازله على 0 يعني ليكو شو بصير ما بهمني بقى اعرف على 0 بلس و0 موان شو بصير انا بهمني السين يعني الجي اذا بدي ارسمها نازل على الموان فيني كانت 0 ونازله نزول يعني هي على 0 ونازله نزول بيرجع على 0 نازله على 0 ما بهمني كيف بس نازله على 0 يعني كفو لو سيني الي بوزيتيف او نيجاتيف طلع هون الجي نيجاتيف تحت الاكس دي اكس يعني هون كل الفالوريت سي نيجاتيف وهون السين الي بوزيتيف Donc le signe de g il est négatif lorsque x elle est négative, le signe de g est positif lorsque x elle est positive. Donc g de x négatif si x négatif, g de x positif si x positif. Voilà, on est la matière, ma behemne à 0, négatif c'est x strictement négatif, positif c'est x strictement positif. Là on revient à la f prime. نحن كل الشغل là on revient à la f prime. راح اجي افرجيكم الاف بريم شو كانت. كانت x moins 1 fois g de x. هاي كانت g de x. Donc là, nous allons voir x moins 1 fois g de x. Donc, le signe va changer à 0. Donc, on a 2 à 0 à 1.
جدو اكس قلنا هو بوزيتيف سي اكس بوزيتيف نيجاتيف سي اكس نيجاتيف. هلا عندي بعد اكس مو ا دونك ليه حطينا الزيرو والا زيرو كرمال الجدو اكس اصلا الدومين دو اف كان كل شيء ما عدا الزيرو دونك مجبوره احط الزيرو واكس مو ا يعني مجبوره احط الا اوكي جدو اكس اون بلس بلس اون مو ا الاكس مو ا سي اكس سوبيريور ا اكيد سي بوزيتيف مو نيجاتيف وع الزيرو وزيرو دونك شو صار الاف بريم ستيني تبعها moins fois moins plus, plus fois moins moins, ou plus fois plus plus, moins 0. Il y a une tangente horizontale. La pente, le f' de 1, yani, c'est 0. Hey. Donc, croissante, décroissante, croissante. Je vais la limite. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. À 0 moins, je vais faire moins pi sur 2. Donc, je vais faire ça. À 0 moins, moins pi sur 2. على ال 0 plus pi sur 2 donc 0 plus pi sur 2 donc حطينا على التابلو على 0 plus c'est pi sur 2 سوري رح كفي بتمنى ما يكون عندكم صف ثاني بس انه بس بعد في نجيب الاسان يعني بعد في شغل بس انه لما نقطش الاكزرسيس بعد في الاسان توت اوبليك ان بلس موان لانفيني وال شو بيصير بالدمي بالبانت على 0 موان و 0 plus كيف عم برسم الكورب لانه على 0 بتقطش الكورب دونك اذا هي طالعه طب كيف طالعه على 0 في تانجنت هوريزونتال البانت هوريزونتال و البانت فيرتيكال كيف وبس لنخلص من التابلو على الليميت على الليميت دو اكس كي تانفر بلس لانفيني طلعت معنا بلس لانفيني وعلى موان لانفيني طلعت موان لانفيني اوكي بس عم فرجيكم الريزلتات اللي طلعوا لنحطهم بالتابلو نكون موان لانفيني هون بلس لانفيني بيبقى نجيب الاف دو ان على الان شو بيصير الفونكشن شو هي اف دو ان C'est 1 moins 1 au carré, donc c'est 0. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Il y a moins de 0 fois 1 déterminé. 0 fois pi sur 4, c'est 0. Donc c'est f de 1, c'est 0. Bad fi la ken, le deri, le padan a chal ten bas, va de chouf on chou l'asymptote oblique, ou va de f prime à droite et à gauche de 0, plus 0 moins. Donc, nous on quand même à chouf. F prime c'est x moins 1 donc on a déjà un exemple comme ça mais j'ai à gauche et à droite donc عملنا changement de variable grand donc on a quitté ma je ne peux pas dire mais j'arrive parce que je remplace par 0 arc tangente 1 sur 0 c'est infini arc tangente infini on pi sur 2 fois 0 fois moins 0 moins 1 donc on est bien déjà web bah on 0 sur x carré donc là ما راح اقدر اعرف اكس مو ا او كاري سو اكس او كاري دونك عملنا شانجمون دو فاريابل بس بدي اعمل شغله هلا فيكم تجربوا تشوفوا شو بيصير معكم الجواب اوكي جواب بس لتشوفوا جواب ما طلع زيرو ولا الاف بريم ا دروات واف بريم ا غوش نحن شو عم نجيب الجواب هو بس البونت يعني على البونت الي موان بي موان 1 à 0 plus ou le pont elle est plus moins 1 parce que ça me fait que je dis qu'il y a 0 il y a plus l'infini alors je ne sais pas si il y a une méthode une autre il y a une méthode de jarbo mais ça m'a donné beaucoup de temps donc je vais travailler ici je vais travailler je vais travailler je vais travailler je vais on remplace par 0 b 0 ou on factorise 1 sur 0 arc tangent 1 sur 0 plus sur l'infini arc tangent infini c'est plus sur 2 ممكن تزبط ما بعرف اذا بدكم جربوا لسكو فو رامبلاسي بار زيرو يمكن هون ما في بروبليم هون ممكن اوكي انا في لو شانجمون دو فاريابل بليز جا جربوا اوكي مش ضروري انه هي تكون اقصر ميثود ما بعرف اذا اقصر ميثود انه فاكتوريزي بار اكس وسامبليفي وشوف شو بيصير معي بس ما راح اعملها هلا عملنا شانجمون دو فاريابل نو اكس سي 1 سور اكس يعني صارت ميل اكس كي تنفر بليز او موان لانفيني 1 sur x moins 1, 2 arc tangente grand x. Ou on a mis le changement de variable 1 sur x. Yani, mahal x, 1 sur x, x2, 1 sur x2. On a simplifié x2. Donc, on a fait le dénominateur commun, le numérateur et le dénominateur. Ou on a mis le dénominateur commun. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Là, on a 0 plus ou 0 moins. Okay. Donc on a l'infini polynôme sur polynôme, yani c'est 1 moins x sur x, plus grand degré sur plus grand degré, yani heider, elle tend vers moins 1. Okay. 2 arcs tangentes x, the x tend vers l'infini, plus l'infini, et pi sur 2. The x tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2.
وهون كمان بولينوم سير بولينوم يعني اكبر دغري على اكبر دغري يعني اكس او كاري سير اكس كاري سي ان وفي موا يعني موا دونك راح تطلع هيدي هي موا بي سير دو موا ان على بلس انفيني وموا بي سير دو بي سير دو موا ان على الموا انفيني اوكي على الموا انفيني هاي راح تصير موا بي سير دو وبعد موا ان دونك بي سير دو اوكي يعني مو 3.14 مو ان يعني مو 4.4 شوز اوكي مو 4.1 يعني البونت نيجاتيف على 0 بلس والبونت 3.4 مو ان سي 2.4 بوزيتيف وتقول البونت نيجاتيف وبونت بوزيتيف يعني على 0 بلس بس سي كانه انا هاي البونت مو 4.1 يعني النيجاتيف نازل نزول على 0 بلس وعلى الزيرو موا سي بوزيتيف اوكي يعني اذا بدكم بس ما انتو جبتوا البونت يعني ايغريك ايغال كانه موا 4.1 اكس بلس بي هاي الاكواسيون دو لا تانجانت اذا بدي اجيب التانجانت على الزيرو بلس رح غير بس الكولور اوكي يعني على الزيرو كيف ترسموها تو سامبلومون بور اكس ايغال على زيرو ايغريك على زيرو بور اكس ايغال على 1 مثلا سي موا 4.1 يعني على الآن مثلاً سيموا 4.1 يعني هالقد نازل كتير نزول على 0 بلس على 0 موا كما قالي سي 2.4 يعني Y يقال 2.4 X بلس B يعني طاق هيك فوق بوزيتيف هيك هذي على 0 موا وعلى 0 بلس رح نرجع من آخر شيء لما نرسم بيبقى في الأسانتوت أوبليك بلس وموا لافيد وF دو X رح نعمل نفس الشيء مثل ما كنا عم نعمل قبل Donc je factorise par quoi? Par x2, la tire développement limité au voisinage de 0. Donc x2 facteur 1 moins 2x plus 1 sur x2, arc tangente 1 sur x. Donc هاي g de x, à أي ordre لازم نعمل, برجع بذكركم, بدي يطلع جواب constant plus c1x plus chi sur x. Donc on barra في x2, يعني هاي لازم يكون 1 sur x3 لانه 1 sur x3 fois x2 هي 1 sur x يعني انا بدي هيدي على ordre 3 donc on pose g de x c'est 1 moins 2 sur x plus 1 sur x2 arc tangente 1 sur x on pose هون كلهم بالتدي لتون انا grand x ok فيكم يعملوا grand x petit t هي z donc g de x راح تصير 1 moins 2x plus x2 arc tangente x بدي développement limité عملتها oralement قبل للarc tangente ok نحن عم نقول ordre 3 arc tangent كيف بدي اجيب الديفلوبمون ليميتي تبع الارك تانجنت ما بعرف بس بعرف الديريفي تبعه شو الديريفي تبع ارك تانجنت اكس سي 1 سور 1 بلس اكس 2 شو الديفلوبمون ليميتي تبع 1 سور 1 بلس اكس 2 ما الا سام دون سويت جيومتريك دو ريزون موا اكس 2 اول ترم سي 1 كيف تعرف اول ترم اهين شي فو رامبلاسي بور اكس ايغال ا 0 سي 1 سور 1 دونك سي 1 فوا ريزون اي موا اكس 2 بلس اكس 2 ابسيلون دو اكس برجع بعيد نحن ها اي ارض بدي ارض 3 إذا الارك تانجنت اكس اوردر 3 هي اوردر 3 عملت لها ديريفي يعني انا بدي ديريفي مش على اوردر 3 بدي ديريفي على اوردر 2 برجع على الارك تانجنت اكس جبت ارك تانجنت اكس رح ارجع عيد اذا هي اوردر 3 يعني اكس 3 عملت الديريفي يعني اكبر تيرم رح يكون اكس 2 اوكي نرجع نعمل انتجرال للارك تانجنت اكس شو الانتجرال تبعها انتجرال دو 1 سي اكس انتجرال دو موان اكس 2 سي موان اكس 3 سور 3 هون x2 epsilon de x راح تصير x3 epsilon de x بيبقى ما تنسوا ال constant شو هي ال constant c'est lorsque x égale à 0 يعني الارك تانجنت 0 شو دايما وقت في انتجرال يعني في constant arc تانجنت de 0 c'est 0 donc هاي اللي هي développement limité à l'ordre 3 نرجع لل g de x يعني هيدا الاكزرسيس فيه مليون بارتي بقلبه سي 1 موان 2x بلس x2 ديفلوبمون ليميتي تبع الارك تانجنت x دونك الفوا تبعهم مع بعضهم كل شيء اوردر سوبيريور ا 3 ما بدي اياه 1 فوا x تبقى 1 فوا موان x 3 سو 3 كمان تبقى اوكي موان 2x فوا x تبقى دونك سي موان 2x2 موان 2x فوا x3 بتبطل لان صرنا اوردر 4 دونك شلتها دغري x2 فوا x تبقى يعني x3 x2 فوا x3 صرنا اوردر 5 ما بدي اياها دونك بلس x3 ابسيلون 2 x donc c'est basement on a le calcul moins x3 sur 3 moins plus x3 c'est 2 tiers x3 ok je vais le g de x voilà on va revenir à f de x طب شو كانت f de x هيدي هي le g de x g de grand x
سوري هيدا هي جدو بتي اكس، الاف دو اكس كانت اكس دو جدو اكس، هيدا اللي سميناها جدو اكس. اوكي دونك سي اكس دو جدو بتي اكس. هلا عملتها دغري، اذا هيدا جدو جران اكس اوكي فينا دغري نعملها. سي جدو جران اكس الاف دو اكس سي اكس دو جدو بتي اكس. طب كيف ترجعوا للبتي اكس حتى ما تعملوا دقه تبيت على الفاضي؟ دغري جدو بتي اكس على بلاس دو جران اكس، شو بدي احط؟ ان سور اكس، يعني رح تصير ان سور اكس موان دو سور اكس دو بلس دو تيار اكس 3. سوري هون مخربشين شوي، بس هي بلس ان سور اكس 3 ابسيلون دو اكس. ديفلوبي اكس 2 فوا ان سور اكس سي 1، اكس 2 فوا موان 2 سور اكس 2 سي موان 2، بلس اكس 2 فوا 2 تيار اكس 3 سي 2 تيار اكس. دونك لاحظوا هيدا التيرم، مشان هيك كان لازم هالبارتي اعملها على اوردر 3 ليصير معي 2 تيار اكس 3 فوا اكس 2 قد ايه؟ 2 تيار اكس. لو ما عملت على اوردر 3 هيدا التيرم ما كان موجود، لو ما عملت على اوردر كمان 2 هيدا التيرم ما كان موجود، كان طلع لي اكس 2 فوا ان سور اكس، كان اكس فوا ان سور اكس، ما كان طلع اكس 2 فوا سوري فوا ان سور اكس اكس، بس طلع لي بس اكس، ما حتى الايكواسيون دو لا تانجونت ما كانت ظبطت. هون اهميه انه الاوردر 3 تكون عملته. دونك اون ديفلوب، سوري هون شوي مغبشه، قلنا اكس 2 فوا ان سور اكس سي، رح فرجيكم سي اكس، اكس 2 فوا ان سور اكس سي اكس، x2 fois moins 2 sur x2 c'est moins 2, x2 plus 2 tiers x3 c'est 2 tiers x, j'appelle mouchkède x en bas là, plus 1 sur x epsilon de 1 sur x. Donc je trouve là l'équation de la tangente, heide, j'en ai pas besoin de marbre, c'est non. L'équation de la tangente c'est x moins 2, donc l'asymptote oblique c'est avec toute la partie là, c'est x moins 2, frisez à l'asymptote à plus ou moins l'infini, à la position de faire la différence. راح يطلع لي 2 تيار x. دونك شو راح يكون الديفيرونس؟ f دو x موان y قلنا سي 2 تيار x. دونك اذا x بوزيتيف يعني على بلس لانفيني، 2 تيار x سور x بوزيتيف يعني على بلس لانفيني الكورب اعلى من الاسامبتوت اوبليك، على الموان لانفيني هي راح تكون نيجاتيف، يعني هي نيجاتيف كلها سوا، يعني الكورب تحت الاسامبتوت. دونك مجبوره نحط لي 2 كا. الديفرنس بوزيتيف ان بلس لانفيني يعني الكورب فوق الاسامبتوت، ديفرنس نيجاتيف على الموان لانفيني، سوري مش كاتبه هون الموان لانفيني رح ارجع زيدها، دونك السي اف ان دسو دو لاسامبتوت. فينالمون ما نرجع نعمل ريكابتولاسيون لكل شيء، دونك هيدي الرسمه لحظه رح اعمل زوم اوت بس رح فرجيكم. دونك على البلس لانفيني وموان لانفيني في ال اكس ايكال اموان ايكغيك ايكال اكس موان 2، دونك ايكغيك ايكال اكس موان 2 هي اخر شيء. على الزيرو إذا بدي أرسم الأسامبتوت هي 2، على الزيرو سوري هي موان 2 دونك هون، وعلى فور إكس إيكال أ 2 سي زيرو. أوكي دونك الأسامبتوت أوبليك بيقطع بها الاثنين. قلنا على البلس لانفيني الكورب فوقها، دونك الكورب بتطلع على فوقها، على الموان لانفيني الكورب تحتها. هات لنشوف بس التابلو لنشوف كم شغلة، يعني لحتى نرجع نعيد شو طلع معنا. نحن هاي هي أوكي. دونك طالع من الاسامبتوت اوبليك على 0 سي موان بي سور 2، وعندنا التانجنت اللي جبناهم على 0 موان وال 0 بلس اذا ذاكرين، وحده كانت نيجاتيف موان نسيت موان بي موان 1 يعني موان 4 كلكو شوز، دونك هون طلعت نيجاتيف موان 4 كلكو شوز البانت عم بحكي اف بريم 2 0 بلس، وهون طلعت 2 كلكو شوز. اوكي دونك ما نحطهم لهدول البوان، على 0 موان سي موان بي سور 2، دونك على 0 موان سي موان بي سور 2 اوكي، والبانت قلنا بوزيتيف طلعت 2 كلكو شوز. برجع بذكركم اذا 2 كلكو شوز يعني y ايكال 2.5 x بلس b، ها هي ليكواسيون دو لا تانجنت على 0 موان. اوكي هلا انتم مش ضروري تكون مليون مره، بس انه هي بوزيتيف والبانت سي 2.5، هون البانت نيجاتيف طلعت معنا موان 4، اوكي يعني بور اكس ايكال ازير 1 بتطلع موان 4 كانه هالقد نازله نزول الكورب. اوكي مفروض نخلص، يعني هدول رسمنا ال 0 بلس وال 0 موان، وشفنا كمان اف دو 1 سي كوا، اف دو 1 طلعت معنا 0. اوكي دونك هيك صاروا كذا شغله، اف دو 1 سي 0 واف بريم دو 1 سي 0، يعني بانت اوريزونتال. دونك على 1 بانت اوريزونتال. اوكي finalement هات لنشوف. دونك من الموان لانفيني كروسانت ديكروسانت كروسانت، دونك كروسانت وتحت الكورب تحت y ايكال x موان 2، ديكروسانت
دونك نازله من هون لهون وبيرجع كرواسانت ورايحه على الاسامبتوت اوبليك. دونك برجع بعيد هذا الاكزرسيس فيه كتير تفاصيل اكيد اذا هالقد صعب هالقد طويل بيكون مقسم مش معقول هيك فرشه.